بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد أصدقائي، قضية أحمد الزويكي، قضية رأي عام جديدة تهز اليمن وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 24 ساعة، هي قضية تمس شرف كل إنسان يمني. وهذه مناشدة مني أنا أيمن القاسمي باسم قناة زوايا مظلمة وبالنيابة عن كل المتابعين، نتوجه بمناشدة ورسالة لفخامة الرئيس مهدي المشاط، رئيس المنظومة العدلية الأستاذ محمد عادل حوثي. نتوجه لكم جميعا، لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، نتوجه للجميع أن ينظروا في هذه القضية، يجب أن تنظروا فيها. واللي أنا مستغربه حتى الآن، ليش لازال التفاعل مع هذه القضية صغير وخجول من أفراد كذا بس معدودين؟ ليش؟ أنا عارف لسه ما أخذت وقتها ولسه هيحصل فيها تصعيد خلال 48 ساعة القادمة، ولكن السؤال هنا هو وين أصحاب ترند البلس؟ وين أصحاب الترند الهندي؟ يا فسل يا سقط يا أسداس الرجال، يا اللي تدوروا الهيافة عشان تسجلوا فيها نقاط، مو قال لك يعني يجي في الهايفة ويتصدر. قضية أحمد الزويكي، القضية هذه معقدة ومركبة، كنت أنا أتحدث فيها أمس لكني كنت منفعل جدا من أحداثها، علشان كذا أجلناها إلى اليوم. وأنا إن شاء الله في هذه الحلقة سأكون حذر جدا 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 ونراعي الله في ذممنا، لأن القضية معقدة ومركبة. هنغير بعض المفردات، أنت افهم وصحصح معايا، وهي معقدة حقيقة لأنه فيها أرواح ناس. حتى الآن فيها واحدة فعل ما فعل فيها بالإكراه، تفهمين؟ وشخص آخر قتل، وشخص ثالث محكوم عليه بالإعدام. عشان أحكي لكم القصة كلها، أنا شوف القصة حتى الآن ما فيهاش يعني ورق عندي. أنا لا أحب الحديث في القضايا إلا اللي تكون واضحة، فيديو جريمة واضح فاهمين اللي فيه، أو بتخرج تقارير من الشرطة. ولكن هنا لا يوجد أي شيء ورق في يدي أنا الحيثيات الجلسة والقضية حتى الآن. ولكن بداية هحكي لكم القصة كما وردت على لسان أهل الضحايا، أهل الضحية البنت وأخوها اللي محكوم عليه بالإعدام. هحكي لكم القصة كما وردت على لسانهم هم في الفيديوهات والمناشدات اللي طلعوها خلال آخر 48 ساعة. الكلام التالي، القصة هي في ذمتهم هم وليس في ذمة الراوي، وبعدين هنيجي لذمة الراوي وأفصفص لك هذا الموضوع. اعملونا لايك أحبائي، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة عشان توصل لأكبر عدد من الناس. صلوا على النبي في التعليقات، وخلونا نبدأ مباشرة. أحمد الزويكي، لما بدأت القصة هذه كلها كان عمر أحمد الزويكي بيقوله 8 سنوات، لكن أنا من تسلسل الأحداث أعتقد أنه كان في نهاية 9 سنوات أو 10 سنوات. كان جالس هو وأخته أمام باب البيت، جاهم شخص أخذ البنت بالإكراه، الاثنين أطفال، أخذها بالإكراه. فاطمة هذه البنت هي عندها من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندها مشاكل ذهنية، أخذها بالإكراه واصطحبها البيت. والقضية هذه في صنعاء، أخذها لبيته وهناك فعل فيها ما فعل بالإكراه عن طريق ها والتربيط، وفعل فيها ما فعل، وبعدين رجعها للشارع. هي دخلت حكت لأهلها ما حدث، إنه هذا الرجل فعل فيني بالإكراه. هي لا تتكلم، ولكن وصفت لهم في جسمها وورتهم آثار الضرب والتربيط كما ورد على لسان أهلها. أهلها راحوا مباشرة بلغوا قسم الشرطة. وخلونا نتوقف هنا قليلا قبل أن نستطرد في هذه القصة والأحداث، خلونا نتوقف هنا قليلا. لاحظ أن أهلها راحوا بلغوا قسم الشرطة، ركز أنت هنا على حجم الثبات الانفعالي. لا تحركوا بعنف، لا راحوا أخذوا حقهم بيدهم، ولكن تصرفوا ضمن احترام الدولة واحترام القانون، وراحوا وبلغوا رجال الشرطة. وإذا أنتوا ناسين قصة محمد آدم، فاكرين القصة حق كلية الطب؟ ما هي أول أو ثاني بنت اختفت، الأب راح بلغ قسم الشرطة. إيش قالوا له؟ قالوا له روح 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 شوف بنتك مع مين هربت، ولا وين هربت منك ومع مين راحت. فخلوا الأب يسكت، بينما لو كان حينها فتح تحقيق حقيقي وتحركت الداخلية بكل عنف للبحث عن هذه الفتاة، لما سقطت بعدها 11 12 15 بنت
وفضل محمد آدم مستمر في جرائمه. وفاكرين القصة إياها اللي في تعز اللي تكلمنا عليها قبل سنة حق الأم وابنها اللي راحت بلغت قسم الشرطة إنه فلان هذا لو فكيته هيجي يخلص علينا، وفي نفس اليوم الشرطة فكته وقسم الشرطة فكه، راح لعندهم مباشرة وضربهم 18 طلقة. وهذه كارثة إنك تكتشف إنه في جزء نسبة معينة من جرائم القتل في اليمن تنصدم لما تكتشف أن القاتل قبل ساعات أو أيام من ارتكاب الجريمة هو كان في قبضة رجال الشرطة أصلا. أنا عارف أيضا بالقانون كل أقسام الشرطة في العالم كلها تقول لك ما كانش عندنا الأدلة الكافية لأن احنا يعني نبقي على احتجاز وما كان عليه شيء الرجال، أنا فاهم، ولكن فاهم أيضا لو كان في اجتهاد أكثر لكنا لقينا عليه أشياء نخليها هناك. عموما أهل فاطمة بلغوا الشرطة. لما أخذها الشخص اللي فعل فيها بالإكراه كان أخوها جنبها لكن طفل صغير ما يعرف يسوي حاجة، بلغوا الشرطة. فعلا الشرطة شاكرة، والشكر هنا من باب الإطراء لأنه هذا التحرك هذا يجب أن يأتي من روح مسؤولية. راحوا إلى بيت الجاني أعتقد في حارة مسيك وألقوا القبض عليه وتم إيداعه. الرجل هذا قضى في السجن 6 أشهر، والمحكمة بلغت أهلها أو القاضي بلغوا أهل فاطمة أنه أقمنا عليه حد التعزير 100 جلدة، وبعد 6 أشهر غادر. هو قال لهم هناك كما يروي أهل فاطمة أنه غير متزوج وما عنده أطفال، فطبق عليه اللي هو حد يعني اللي مش متزوج غير محصن 100 جلدة، وأطلقوه بعد 6 أشهر. ومرت السنوات 5 سنوات كاملة. أهل فاطمة بيقول لك هذا الجاني كان بيستمر دايما بالتحرش بهم لفظيا بالكلام، إن أنا عملت في بنتكم وما قدرتوا تعملوا لي أي حاجة، محدش يقدر يسوي هذا الكلام في ذمتهم، هم اللي قالوا أنا ما شفت شيء، محدش يقدر يعمل لي حاجة. وقال لك بعد 5 سنوات كان أيضا أحمد الزويكي وأخته فاطمة جالسين على باب البيت، أخته لا تنسوا إنها معاقة ذهنيا، جاء ويتحرش في أحمد وقال له هات لي أختك يعني أكمل معاه شهر العسل. قالوا الاثنين كانوا مسلحين، أحمد الزويكي عشق السلاح وضرب طلقة، بيقولوا جات في الأرض ودخلت في رجل الجاني ورجعت لبطنه، قعد 2 يوم في المستشفى ومات. أهلها كثير من بشوف أنا يعني مشاهير السوشيال ميديا اللي خارج اليمن بيقول لك أنه مات في المستشفى نتيجة خطأ طبي، وأنا مش عارف حيثيات القضية هذه، ليش بقول لكم مركبة، مين اللي قال أنه خطأ طبي؟ وإذا كان خطأ طبي فمن السهل إثباته عن طريق التفتيش تبع وزارة الصحة، عن طريق المحامي، عن طريق الطب الشرعي. عموما قالوا أنه مات نتيجة خطأ طبي. كم كان عمر أحمد الزويكي حينها؟ كان عمره 15 سنة في القانون في معظم العالم 15 سنة في هذه القضايا يكون دية ولا يطبق الإعدام على القاصر. دخل أحمد الزويكي في محاكم لمدة 2 سنين لما وصل عمره 18 سنة، الآن بلغ عمره القانوني 18 سنة، حكم عليه القاضي بالإعدام. هذه هي القضية كما وردت على لسان أهل فاطمة. احنا ما سمعنا يعني حكاية أهل اللي كان في البداية جاني فعل بالبنت بالإكراه وبعدين قتل على يد أحمد الزويكي، احنا ما سمعناش قصتهم إلى الآن، أكيد هم الناس مش هيطلعوا في الإعلام، ولكن هذا القصة حتى الآن. طيب تعالوا نفصفص المسألة هنا. أشوف أنا هجوم في السوشيال ميديا على القاضي الأول اللي حكم بالتعزير 100 جلدة وستة أشهر سجن وخرج، بيقول لك كيف يرضاها وكيف عملها ولو هي بنتك. للأسف أنا أحب أقول لكم إنه القاضي هذا لم يخطئ، إنه القاضي هذا حكم بالقانون اليمني. وأنا بالأمانة القانون اليمني أنا مش زيكم لما حد يعصب من حاجة يطلع يفضفض، أنا أمس قاعد طول الليل أقرأ القانون اليمني في الزنا والإرهاب والإكراه، فقاعد أقرأ القانون يعني اللي أنا استشفيته من القانون اليمني إنه يقول لك، والقانون اليمني يعتبر واحد من أكثر القوانين الأقل تشددا مع قضايا الفعل بالإكراه، القانون اليمني يقول لك انه اذا ثبت الفعل الشرعي او العقوبة الشرعية هي ايش؟ انه 4 شافوه وهو يفعل بها بالاكراه ذاك منه في ذاك منها، هذا الشرط مستحيل يتحقق، كن فاهم، الا في حالة واحدة انه تم يعني المداهمة، داهموهم اثناء فعل الشيء وضبط على الجاني متلبس، وايضا لازم يكونوا شافوا ذاك منه في ذاك منها، فهذا الشرط
98% صعب يتحقق. هنا يذهب القانون اليمني إلى عقوبات أخرى. عقوبة متشددة تنقسم قسمين وعقوبة مخففة. العقوبة المخففة إيش هي؟ يقول لك أن السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات. إنك تجيب واحدة صغيرة ولا واحد، وأنا أتحفظ على الفاظ، أنتوا فاهمين الفئة اللي بتكلم عليها، وتأخذ وتفعل فيه بالإكراه، مدة أقصاها 7 سنوات. الكارثة في هذا القانون أنه لا يحدد الحد الأدنى، يعني يحق للقاضي أنه يسجن الفاعل شهر أسبوع، ويحق للقاضي أن يسجنه 24 ساعة فقط. بس يقول لك مشرعين القانون عملوا التوصية للقاضي بالتشدد. أنا ما علي، أنت هات لي القانون كم الحد الأدنى هذه العقوبة المخففة، من 24 ساعة ل7 سنوات مع التعزير الجلد، يطبق نفس ما يطبق على الزاني. وأنا مش فاهم، يعني أنا اللي أعرفه، وأنا مش محامي، أرجوكم إذا أنا مخطئ المحامين وضحونا في الأمانة يا جماعة، إحنا محتاجين يوتيوبر يمني محامي، ولا واحد من المحامين في اليمن شغل دماغه، إحنا محتاجين محامي يمني يكون بارع في التقديم، يعمل لنا قناة يوتيوب، يكون يطلع يشرح لنا ويفتينا في أمرنا. أنا اللي أعرفه في القانون، واعتقد اليمني كمان، اي احد ثبت عليه انه اختطف احد او واحدة وفعل فيها بالاكراه، انا اللي اعرفه انه الحكم هنا اعدام ولا لا؟ وضحوا لنا، انا مش عارف ولا ودي العب دور القضاء، هو مش هذا القانون ولا انا غلطان؟ طيب هنا هو اخذ البنت، هي مش معاقة؟ يعني هذا يعتبر اختطاف، لا يمكن يكون اخذها برضا نفسها ووعيها. هذا بالنسبة للقاضي الأول. أما القاضي عصام العلفي اللي حكم بإعدام أحمد الزويكي، فأنا أيضا المشكلة في القانون وروح القانون مش في القاضي. أنا عارف القاضي عصام العلفي حكم بالقانون، القانون ما عنده تعاطف، عنده مواد. احيانا القاضي يحكم ببراءة القاتل، هو عارف جواته انه قاتل، لكن القانون بيمشي بالقانون، القانون يقول له كذا، هو الخريطة اللي بيمشوا عليها كلهم داخل المحكمة. القاضي احمد العلفي، عصام العلفي، انا عارف انه هو تعامل بالقانون. ليش؟ لانه ببساطة هو تعامل مع واقعة القتل بشكل منفصل تماما عن واقعة الفعل بالإكراه. البعض قال لك هو هيقول له، يعني حتى هو قال للقاضي يا قاضي هو فعل في أختي بالإكراه، القاضي هيقول له هذا موضوع منفصل، هذه قضية قبل 5 سنوات وحكم فيها، احنا الآن في واقعة قتل، وهذه القاضي سينظر لها بشكل منفصل. والكارثة هنا انه القانون يتكون من شقين، القانون وروح القانون. اذا حكمت بالقانون وحده هتكون جبار، وستذهب الى ابعد حدود التشدد القانوني، ومحاكمنا هتفقد الانسانية. اما روح القانون، اذا حكمت فقط بروح القانون هتصبح يعني محاكمنا يعني سداح مداح، وهيصبح كل شيء تعاطف. ولذلك انت لازم تحكم بالاثنين، بالقانون وبروح القانون. ضع نفسك مكان واحد اخته فعل بها ما فعل بالاكراه، وامام عينه اخذوها ورجعوها له، وتغاضى 5 سنوات، وبعد 5 سنوات جاي يستفزوا كما رووا هم، هذه ليست روايتي انا. اذا اهل اللي فعل بالبنت وقتل بعدين عندهم رواية مختلفة وضحوا لنا، وبعد 5 سنوات يجي عنده يستفزه ويقول له هات لي أختك أكمل معاه شهر العسل، ويضرب طلقة في الأرض ترجع فيه بالخطأ ففي النهاية إعدام. وبعدين هو مش لما ارتكب الجريمة كان قاصر، مش عارف أنا في القانون هل إذا ارتكبه هو قاصر خلاص، ولا هم يشوفوا متى صدر وقت الحكم، بعد 2 سنين من المداولة صدر خلاص هو بالغ ينفذ فيه، مش عارف أنا. وهذه مناشدة مني أنا أيمن القاسمي باسم قناة زوايا مظلمة وبالنيابة عن كل المتابعين، نتوجه بمناشدة ورسالة لفخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المنظومة العدلية الأستاذ محمد عادل الحوثي، نتوجه لكم جميعا، لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، نتوجه للجميع أن ينظروا في هذه القضية، يجب أن تنظروا فيها. ولد عمره 15 سنة ضرب طلقة للأرض رجعت في واحد كان بيستفزه بأخته، يجب النظر فيها، لأن القضية هذه لها شقين. أنا لو نظرت لها بالقانون فالقانون يقول لك إعدام، قتل، الواقعة الأولى منفصلة فصل فيها
القضاء فصل فيها. لكن لما تنظر للأحداث بشكل مترابط بعيدا عن القانون ونذهب إلى روح القانون، تكتشف أنه أحمد الزويكي لا يستحق الإعدام. هذه حملة تضامن واسعة كلنا مننا من الكل، والكل يجب أن يتفاعل فيها. أنا عارف أنه مش ترند هايف، الناس تدور الترند الهايف، رقص هندي، بياع بلس، ولكن يجب على الجميع التفاعل فيها. وأنا كذلك لا أريد أن أضيع حق المقتول، لا أريد أن أضيع حقه، ونتمنى أن نسمع رواية أهله، ولو حتى يخرج بيان من المحامي مكتوب كتابة نفهم فيه التفاصيل إن كان فيه أشياء أخرى. أتمنى الرسالة توصل، شاركوا هذا الفيديو على أعلى مستوى، ونتمنى من الجميع التفاعل في هذه القضية الهامة التي تطال شرف كل يمني. أتمنى الرسالة توصل، وأتمنى من المجلس السياسي الأعلى، من مكتب السيد عبد الملك الحوثي، من المكتب المظالم، المنظومة العدلية، المجلس الأعلى للقضاء، أتمنى أنكم تنظروا في هذه القضية. حتى أراكم في حلقة أخرى، هذه لكم مني تحية. أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.